أقر مجلس النواب الاثنين في جلسة تشريعية قانوني حماية البيانات الشخصية والملكية العقارية بعد نقاش مستفيض وتقديم جملة من المقترحات وإجراء تعديلات محدودة. قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم 7 تاريخ 6/8/2023 والمتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022. الموظف العام عندما يخرق البيانات المؤمن عليها حسب وظيفته. عملنا هذا الجوانب الإيجابية للتشريع أن نحمي جزء من حقوق الإنسان ويحتفظ بخصوصيته ويحماها من أن تكون عرضة للعبث والتغيير والاستغلال من قبل الآخرين. أقترح كمان إضافة عبارة مستندات بعد عبارة معلومات وذلك لنفس الأسباب اللي ذكرتها سابقا. طب أنا في ضوء تعريف البيانات الشخصية الحساسة كيف سيتم التعامل مع هذه البرامج؟ وهل سيتم يعني سيستمر العمل بها والسماح بالعمل فيها في الوزارات ونقابة المحامين وبالنسبة للأشخاص العاديين أو لا؟ احنا فرضناها للبنوك وللمصارف والصرافة ولشركات التأمين، هذه كلها تابعة لخضاعة لرقابة، يعني فرضناها على الآخر، ما ظل يعني زي ما قال أبو مجاهد شو الحماية اللي ظلت، ما ظل حماية. فسيدي أنا مع شطب الفقرتين 6 و7 والعودة إلى مشروع القانون كما ورد من الحكومة وشكرا سيدي. المادة 24 من مع قرار اللجنة؟ أغلبية. القانون بمجمله؟ أغلبية. شكرا. المجلس شهد جدلا واسعا بين أعضائه بينما اعترض بعض النواب على قانون الملكية العقارية بسبب مخاوفهم من تأثيره على حقوق المواطنين في ملكيتهم العقارية وتوزيع الثروة بشكل عادل أو تسريب العقارات إلى جهات معادية، واعتبر آخرون أن هذا القانون يأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية والتنموية. الأولى بالحكومة كانت تعطي طبقات 400,000 عاطل عن عمل توزع الأراضي الزراعية 5 دونمات و10 دونمات، لا تعطيها المستثمر. هل تعلم يا معالي الأخ أن هناك مستثمرين في تطوير العقبة أعطوها وفي السلطة أعطوها استثمارات لمدة 25 عاماً ولم يتم استثمارها لغاية الآن؟ هل تعلم يا سادة النواب أن هناك أراضي تم تفويضها وتأجيرها في العقبة للاستثمارات بنص دينار المتر وبدينار للدنم الواحد، وهي وثيقة بين يدي أضعها أمامكم بين يدي وأضع أمامكم قرار المحكمة الدستورية. هذا الاستثمار يخدم قطاعات كبيرة، وللعلم هذا القانون لا يستثني أي جنسية، لا يستثني أي جنسية، ولذلك استثناء الصهاينة من هذا القانون أولى أولوياتنا في ذي الأطماع، توطين وتهجير ووطن بديل في بلدنا. لذلك فالأولى وأنهي حديثي، الأولى أنا عندي واجهات عشائرية، عندي واجهات عشائرية. كيف يمكن لرئيس وزراء أن يوقف إعلان التسوية في كثير من أراضي المملكة؟ هناك واجهات عشائرية. لا يجب أن يكون الاستثمار على حساب بيع أملاك الدولة إلى المستثمرين الأجانب دون ضوابط وقيود مشددة لمنع التصرف، ومع أن يكون هناك من انتفاع وليس قرار بيع. حجة الاستثمار، هل تعطينا صلاحية بتفويض بيع أراضي الأردن؟ هاي الأراضي أراضي الأردنيين، هاي البلد بلدنا، الأردن أردننا، بدنا نحافظ عليه. فهل يعقل بأن لا نخاف نحن النواب، نواب الشعب الذين ربما نصوت على هذا القانون بعدم معرفة لخطورته، بأننا قد نساهم باستملاك اليهود على أراضي الأردن ليس اليوم ولا غدا وإنما بالتدريج وبالتقسيط، وهذه سياستهم. لو يكون هناك استثمار في العبدلي لكان العبدلي الآن لا يوجد فيه لا بناء ولا أي شيء. أخي فريد، الكلام اللي بتحكيه والجلسات المغلقة مين منعك لتدخل؟ قديش حضرت معي جلسة؟ عيب الحكي تحكي تقول ما في داعي، عيب عليك تحكي الكلام هذا. لا لا هذه للأمانة، يعني للأمانة مداخلاتك أنت والله بتستفز الحجر. لن نسمح بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأراضي مستباحة بأيدي مجموعة من المراهقين السياسيين وأصحاب حقائب السفر الجاهزة وبحجة الاستثمار وتشجيع المستثمرين. أرجو سعادة الرئيس شطب ما ورد على لسان أخي سعادة النائب بأن هناك مراهقة سياسية وأن هناك سياسيين يحملوا الشنطة ويديروا ظهورهم. إحنا سياسيين كما أنتم أعضاء المجلس النواب سياسيين، كلنا لمصلحة هذا الوطن والدفاع عن حقوق ومصلحة هذا الوطن، وشكرا.
وفي نهاية الجلسة تقدم 71 نائبا إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بمذكرة نيابية بخصوص اللبس الذي حصل في مادة رقم 6 و7 من قانون الحماية البيانات الشخصية، وتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر. راشد المعايطة، الحقيقة دولية.